بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنكمل معاكم كورس إنجينير إيكونومي، وهنتكلم النهاردة في المحاضرة الرابعة عن الأرثمتك الجارية. المصطلح الأرثمتك الجارية ده اتكلمنا عنه في أول محاضرة خالص، كانت محاضرة الإنترودكشن، لما جينا اتكلمنا عن المقدمة واتكلمنا عن المصطلحات الأساسية اللي هتكمل معانا في الكورس دوت. فواحد من المصطلحات الأساسية اللي هتكمل معانا الكورس دوت، واللي قلت لك ساعتها مش مهم تعرف هو إيه قوي، بس إحنا بناخد مجرد مصطلحات وهنشرحها قدام، فجه الوقت اللي نبدأ نشرحها النهارده، وهي الأرثمتك جراديانت. طيب تعالى بس أول حاجة ندخل نشوف إيه هي الأرثمتك جراديانت. وقلنا أول حاجة هنقولها إن الأرثمتك جراديانت هو عبارة عن مصطلح بيزيد أو بيقل، عبارة عن حاجة بتزيد أو بتقل، ماشي؟ ده معناه إن الرقم ده مش بيتكرر تاني. يعني مثال لو أنا عندي رقم 100، و100 دوت لو تناه 100 100 100 100 100 مستمر معايا في عدد من السنوات، فده كان قلنا عليه يونيفورم. طيب انت بقى بنتكلم النهارده عن اسمية الجراديان، ده معناه ان الرقم بيزيد 100 200 300 400 500، رقم بيزيد. حلو، يبقى معنى كده ان رقم المية الاولاني مش هيتكرر تاني معايا. طيب حلو، طب مقدار الزيادة، مقدار الزيادة او النقصان هو مقدار ثابت. عايزك بس تركز في كلمة مقدار ثابت، يعني 100 200 300 400 مقدار الزيادة مقدار ثابت، بيزيد 100 كل شوية، مثلا 500 400 300 200 100، يبقى هو بيقل دلوقتي بس بيقل بمقدار ثابت وهو 100. يبقى انت خلي بالك من حاجتين اتنين، ارثمتك الجراديانت، اما انت خلينا من ثلاث حاجات، ارثمتك الجراديانت زياده او نقصان، رقم بيزيد او بيقل، مع ان رقم اتنين ما بيتكررش تاني، رقم ثلاثه مقدار زياده او نقصان هو مقدار ثابت بالنسبه لي. حلو قوي. طيب رقم اتنين او المصطلح التاني، الجي بتبدا من السنه الاولانيه، الجي بتبدا من السنه الاولانيه. المصطلح ده احنا قلناه، بس قلناه فين؟ في اليونيفورم، في الايه، الايه برضك بتبدا من السنه الاولانيه. مصطلح رقم 3، الاف دايما بتكون في نهايه الفتره، وده نفس الكلام اللي احنا قلناه لما جينا نشتغل على الايه، قلنا ان الاف في نهايه الفتره برضك. حلو جدا جدا. طيب تعالى بقى ندخل على مرحله تانية، ندخل على الكاش فلو. قلت لك احنا في كل الامثله اللي فاتت لما جينا اتكلمنا عن الكاش فلو، وقلنا في اي مثال موجود او اي سؤال اول حاجه بعملها ان انا برسم الكاش فلو وابدا اوقع عليه. وتعلمنا في المحاضره رقم 2 الكاش فلو والفرق ما بين ات ذا ستارت وات ذا اند والبوزيشن بتاع كل واحد منهم. تعالى بقى ندخل نكمل في الكاش فلو بس الارثمتك جراديانت. حلو، اول حاجه انت قلت لي الارثمتك جراديانت بتزيد او بتقل. طيب الزياده، تعالى نرسم الكاش فلو، ادي الكاش فلو، وادي لو نفترض ان عدد السنين 8، وتعالى نرسم بقى الانكريزنج جراديانت، الزياده. حلو، لو رسمت الجراديانت ده بتزيد عندي، اول حاجه هرسم بيكون شكله بالشكل ده. البدايه عندك ان انت عندك في السنه الاولانيه بتكون مثلا بالمقدار دوت، لو نفرض ان اول رقم عندي بصفر وبدات تزيد برقم معين، مقدار الزياده ثابت زي ما انت شايف لحد نهايه السنه المعينه. ولو افترض ان احنا عاوزين الاف، فالإف هتكون في نهاية الفترة عند السنة الثامنة. طيب تعالى ناخد بقى بدل الـ increasing gradient ناخد الـ decreasing gradient، المقدار اللي قل هيبدأ يقل معايا. طب حلو قوي قوي، تعالى ناخده هيرسم الكاش فلو ونفترض إن نفس عدد السنين، هيبقى عند السنة الواحد أعلى قيمة موجودة عندك، ويبدأ يقل بمقدار ثابت لحد ما يوصل للسنة النهائية. حلو جدا جدا. تعالى بقى ناخد الـ arithmetic gradient ونبدأ نشتغل عليه. اول حاجه الارثمتك الجراديانت ده جدول، ده تيبل موجود قدامك هيوضح لك مقارنه. ارثمتك الجراديانت يتقسم لنوعين اتنين، اما يكون ارثمتك الجراديانت ده عندك دايركت او اندايركت. يعني ايه؟ ده بيتكلم عن القوانين اللي موجوده عندك. قوانين الارثمتك الجراديانت اللي موجوده عندك في قوانين مباشره وقوانين غير مباشره. القوانين المباشره تنقسم لاتنين، لو انا عايز البي او عايز الايه ابدا استخدمها. سهله خالص، البي عباره عن داله في الجي، رقم معين في الجي بنعوض بيه. حلو جدا جدا جدا. طب بقى بالنسبه للاف، لا مفيش طريقه مباشره او قانون مباشر ما بين الاف والجي. طب الحل هنقول لك عليه قدام، هو ان احنا نسبق ونقول دلوقتي ان هو ان احنا الاف هنجيبها بدلاله البي، يعني نجيب البي بدلاله الجي، وبعد كده الاف نجيبها بدلاله البي، او نشتغل من عند الايه ونجيب الاف من ناحيتها. طيب تعالى ندخل بقى ونتكلم في النقطه اللي موجوده قدامنا دي. حلو جدا جدا. تعال اول حاجه هنتكلم في الارثمتك الجراديانت، وتعالى ناخد اول واحد من القوانين المباشره او الدايركت عندك، وناخد الجي بالنسبه للبي. حلو جدا جدا. اول حاجه هنعملها هنرسم الكاش فلو قدامنا. بعد ما رسمنا الكاش فلو قمنا جايين رسم الاي طبعا مقطع بالنسبه لنا،
قمنا جايين راسمين ايه increasing جدا. الكلام اللي هنقوله اللي بيطبق على الانكريزنج هو نفسه ينطبق على الديكريزنج، يعني الانكريزنج والديكريزنج الاثنين واحد في نفس الشغل. جميل جدا، حلو. تعالى بقى دلوقتي انت عندك ايه؟ عندك او في اول حاجه اهو، عندي السنه الاولانيه عندي بادئ من نقطه الصفر. جميل، يعني البدايه لو انا عندي هنا افترضت ان الرقم اللي هنا ايه بالنسبه لي، فمعنى كده ان الاي واحد هنا عندي بصفر، صح ولا انا غلطان؟ ما عندكش اي قيمه موجوده هنا. جميل جدا، وده اللي هنقوله دلوقتي. انا عندك ده هنفرض ان هو ايه واحد، والاي واحد ده اللي هو ايه عند السنه الاولانيه ده بصفر بالنسبه لي. جميل جميل، طب انا عاوز ايه دلوقتي؟ انا عاوز اجيب البي. تمام جدا، طب ايه القانون اللي عندي؟ القانون عندك مصطلح كبير بيقول لك البي بتساوي الاي عند السنه الاولانيه. حلو، طيب ان اختلف الارثمتيك جريدنت وبدا عند السنه رقم 2 يبقى الاي عند السنه الثانيه. طب لو اختلف واحد عند السنه الثالثه هيبقى الاي عند السنه الثالثه، يعني الايه عند بدايه الارثمتيك جريدينت سواء كان انكريزنج او ديكريزنج. حلو، خلي بالك من المصطلح ده، الايه عند بدايه الارثمتيك جريدينت سواء كان انكريزنج او ديكريزنج. فلو نفترض ان الايه بدا عند السنه الثالثه هنا فهحطه بقيمه، وهنا ساعتها الايه يكون ليه قيمه لانه ما بداش عند الصفر. لو عند السنه الرابعه نفس الحكايه، هحطه عند السنه الرابعه عند بدايه الارثمتيك جريدينت. طب تعالى هنا في المثال اللي قدامك، والارثمتيك جريدينت بتاعك بدا منين؟ بدا من السنه الاولانيه، يبقى انت عندك هي الاي واحد. حلو جدا، في بي على ايه؟ عند الاي والان، الان عدد السنين والاي الانترست ريت. حلو، موجب او سالب؟ ايه ده موجب او سالب ده؟ حلو، سيبها دلوقتي هقول لك عليها كمان شويه. موجب او سالب جي؟ الجي دوت هو مقدار الزياده او النقصان عندك. يعني ايه؟ يعني لو كان عندك هنا صفر 100 200 300 400 مقدار الزياده عندك هو كام؟ 100، بيزيد كل فتره ب 100. حلو، الجي بقى دي هي ال 100 بالنسبه لك. جميل جدا، في بي على جي عند الاي والان. حلو جدا جدا، الاي انترست ريت والان هو عدد ايه؟ السنين. حلو كده الدنيا تمام بالنسبه لك. طيب تعالى بقى في الاكزامبل اللي قدامك دوت او الكاش فلو اللي احنا رسمناه ده، هنلاقي ان الاي واحد عندنا بصفر، وانا قلت لك كده ان الاي واحد عندنا بصفر ما كدبتش عليك من الاول. حلو جدا، يبقى اذا البي بتساوي موجب او سالب الجي في البي جي على الاي او ان. حلو قوي قوي. طيب سؤال هطرحه عليك، هو هنا انكريزنج ولا ديكريزنج؟ من اللي قلنا هنتكلم في الموجب او السالب. حلو، لو كان انكريزنج بيزيد معاك يبقى انت هتحط الاشاره هنا موجب، لو كان ديكريزنج بيقل هتشيل الموجب دي وتحط الاشاره السالب. يعني اذا انكريزنج او ديكريزنج بيعتمد عليها الموجب او السالب اللي موجود عندك، بيزيد حط موجب، بيقل تحط السالب عندك. جميل جدا، حلو. طب تعالى بقى نتكلم لو ما كانش عندك الكشف اللي موجود الاي واحد بتاعته مش من البدايه، يعني مش بصفر. يعني تعالى كده نحط اهوت، حطينا عدد السنين ورسمنا الكشف اللون الموجود عندك، والاي واحد اهو اصبح ليها قيمه موجوده عندك، بدا من هنا وادي قيمه الاي واحد موجوده، ما بقاش بصفر. ولنفترض ان 100 200 300 البدايه عندك الاي واحد بقيمه موجوده، طيب ساعتها هيكون ده هو القانون العام، الاي واحد مش هشيلها بالنسبه لي، وبالتالي يبقى ده القانون الموجود بالنسبه لي. واتفقت انا وانت في السلايد اللي فات ان الاي عند بدايه الارثمتيك جريدينت وموجب او سالب يعتمد على الانكريزنج او ديكريزنج، والجي هو مقدار الزياده او النقصان. جميل جدا، طيب كده احنا اشتغلنا مع البي. تعالى بقى لو احنا عايزين نجيب الاي، ناخد الدايركت من ناحيه ثانيه، لو احنا عايزين نجيب الارثمتيك جريدينت لليونيفورم، وليكن ده الشكل الموجود قدامنا اهو، ورسمنا الكاش فلو اللي موجود. حلو جدا جدا، انا عندي عايز ايه؟ عايز قيمه الاي، فانت عندك دي ارثمتيك جريدينت اللي هو باللون البرتقالي دوت، عندك اللي باللون الاسود ده اليونيفورم، ده شكل الاي اللي احنا معتادين عليه، وعايزين نجيب قيمه ليه. جميل جدا، عندي رسمت الكشف وعدد السنين ورسمت الارثمتيك جريدينت، وظاهر بالنسبه لي الارثمتيك جريدينت ده انكريزنج مش ديكريزنج، وانا عايز اجيب ايه؟ اليونيفورم فاليو اللي هي الايه. جميل جدا جدا، طب ايه بقى القانون العام بالنسبه لي او القانون اللي انا هشتغل عليه؟ القانون الموجود عندك طبعا الاي واحد بصفر، القانون الموجود عندك بيقول لك ان الاي بتساوي الاي واحد اللي هي الاي عند بدايه ارثمه الجريدنت موجب او سالب جي في الاي على جي عند الاي والان. جميل جدا، طيب هو ده ايه؟ انكريزنج. فخلاص انا عارف انا وانت اتفقت من السلايد اللي قبل السلايد اللي فاتت ان موجب او سالب يبقى ده ايه؟ هحطه موجب،
جميل جدا، واتفقت معاك ان الايه دي عشان نتكلم عنها قلت في بدايه الاسيمتريك جراديانت. الاسيمتريك جراديانت عندي بدأ عندي السنه الاولانيه، عشان كده حطيتها ايه واحد. طيب مش انا عندي الايه واحد بصفر، خلاص يبقى اقدر ابسط القانون واقول ان الايه بتساوي موجب او سالب الجي في الايه على جي عند الاي والان. الجي ده مقدار الزياده عندك او النقصان، هنا طبعا انكريزنج فيبقى مقدار الزياده. جميل جدا. طب انا هحط موجب او سالب، مش ده increasing gradient بيزيد معاك، يبقى انت هتحط الموجب عندك وتشيل السالب خالص. حلو قوي. طيب تعالى ندخل بقى لو كان ال a واحد لها قيمه، يعني لو كانت ال a عند بدايه arithmetic gradient لها قيمه موجوده عندك، ونرسم arithmetic gradient ورسمنا اهوت ال a اللي موجوده. حلو، عندي بدايه اهو، عندي بدايه هنا، ده ال a الاولانيه اصبح لها قيمه موجوده عندك. جميل جدا. وطبعا عند الانترست ريت ده بيكون مرتفع. جميل، تعالى بقى نجيب القانون. القانون بيقول لك ان الاي بتساوي اي واحد موجب او سالب الجي في الاي جي الاي على جي عند الاي والان. حلو قوي. هل اقدر اشيل الاي واحد؟ لا، لان الاي واحد اصبح ليها قيمه بالنسبه لي. حلو، طيب ده انكريزنج يبقى ده هيبقى عندي موجب، متفق معاك على كده. طب لو كان ديكريزنج يبقى احط سالب، الجي هو مقدار الزياده او النقصان. طب انا عندي انكريزنج جريدينت ده عندك من اول واحد بيزيد اهو، يبقى انت عندك بالنسبه لك الجي مقدار الزياده اللي موجوده. حلو قوي قوي. طيب تعالى بقى ندخل تاني ونتكلم بقى عن الاندايركت. كل الكلام اللي فات اتكلمنا الاسيمتريك جريدينت لو كان له مباشر عندك وقانون ان انا بشتغل بيه. طيب ولنكن احنا عندنا دوت اهو، عندنا الايه رسمناه ورسمنا الايه الكاش فلو بتاعنا كامل بالاسيمتريك جريدينت باليونيفورم بكل حاجه. جميل، انا دلوقتي هشتغل ان انا عايز اجيب الايه؟ عايز اجيب الاف. حلو، طب انا هجيب الاف منين؟ قلت لك واحنا بنشتغل ان احنا قدامنا طريقه ان احنا نجيبها بطريقه غير مباشره. حلو، طب ايه الطريقه غير المباشره اللي نشتغل بيها؟ هقول لك، انت في السلايدات اللي فاتت عرفت تجيب البي صح؟ طيب هنشتغل ونجيب البي عادي، يعني انا هشتغل واجيب البي. جميل، انا عايز اجيب البي. حلو، البي عباره عن ايه؟ ايه واحد ليها قيمه بالنسبه لك مش هتشيلها. طب ايه قانون البي؟ البي بيساوي ايه واحد في بي على ايه عند الاي والان موجب او سالب الجي في بي على جي عند الاي والان. حلو قوي، ده بالنسبه لك الدنيا تمام زي الفل. هقول لك بقى، تقدر تجيب الاف من البي؟ الاف من البي؟ انا خدتها قبل كده لما كنت بدخل التيبل. جميل جدا، يبقى اذا الاف بتساوي البي في اف على بي عند الاي والان. ادخل بالاف على بي في التيبل عندي اجيب قيمتها، والبي اللي انت طلعتها من اللون اللي موجود والاف ساعتها تجيبها. طب حلو، طب لو انا بقى هجيب الاسيمتريك جريدينت من خلال الايه؟ انا جبتها من هنا خلال بريسنت فاليو، لا انا هجيبها بقى من خلال اليونيفورم فاليو. ينفع؟ ينفع عادي. اول حاجه هتعملها هتقول جيب قيمه الاي من اللو اللي عندك. بعد ما اجيب قيمه اللو الاي من اللو، يبقى اذا الاف بتساوي الايه في الاف على ايه عند الاي والان، ساعتها تجيب قيمه الاف اللي موجوده ايه عندك. حلو قوي كده، دنيتنا تمام وزي الفل. تعالى بقى ناخد اكزامبلز بالنسبه لي وناخد مثال كده. بس قبل ما ندخل على المثال، هل انا كل مره هدخل استخدم القانون ولا في التيبل جدول موجود عندي او حاجه اقدر اجيبها؟ لا، في التيبل اللي عندك اللي موجود واللي احنا شرحناه هتلاقي ان انت عندك فيه الدوال البي على البي على جي والاي على جي موجودين عندك. يعني مجرد ان انت هتدخل التيبل تطلع بنفس الطريقه اللي احنا استخدمناها قبل كده، تجيب القيمه اللي عندك وتشتغل بيها عادي. حلو، تعالى بقى ناخد المثال اللي موجود عندك او سؤال موجود عندك، وليكن المثال 2.31. بيقول لك assuming an interest rate of 8%، يبقى انت عندك الاي ب 8%. حلو، بيربيريو كويس determine the equivalent present value. هو قال لك ايه؟ equivalent present value. قالها لي صريحه وعايز البي. of each of each of the following three cash flow sets. يعني انا عندي ثلاثه 3 cash flow وانا هبدا منهم اجيب الايه؟ البريزنت فاليو لكل واحد. طب تعالى ندينا الجدول دوت جاهز، مدينا الاند اوف بيريود نهايه كل سنه، ومديني كاش فلو الاول سيريس موجود عندك، الاي ده رقم واحد باللاتيني، والسيريس الثاني كاش فلو عندك، والسيريس الثالث كاش فلو ايه؟ عندك. طب قبل ما نبدا بس ونبدا نشتغل، خلينا نقف كده واحده مع بعض ونناقش الدنيا. اول حاجه انت عندك في السيريس الاولانيه بدا من السنه، كان السنه الاولى بصفر، بدا من السنه الثانيه يزيد، زاد 100 بقى 200 300 400، مقدار الزياده عندي مقدار ثابت، يبقى ده اسيمتريك جريدينت وال100 ما اتكررتش. جميل جدا. طيب تعالى بقى نروح عند السيريس رقم 2، بدا في السنه الاولانيه ب 100، السنه الثانيه 200 300 400 500. حلو جدا.
طب السيريس الثالثه لا، ده ما بقاش قسمه الجريدنج انكريزنج، بقى ديكريزنج. بدا من السنه الاولانيه 500، وبعد كده قل 400، وبعد كده قل 300، قل 200، قل 100، بقى اقدار النقص هنا عندي 100، اللي هو جي بينقص ب 100. جميل. طيب بس انا عندي في السيريس رقم واحد من السنه الاولانيه اللي عندي قلت لي في بدايه المحاضره خالص في اول سلايد شرح، قلت لي ان الجي بتبدا من السنه الاولانيه. اه صح، بس هو ان عندك بدات هنا من السنه الثانيه. حلو، هقول لك ان الاي او الجي الطبيعي والنورمال ليهم ان هم يبداوا من السنه الاولانيه، وان يختلف عن كده هنبدا نشتغل بالطريقه اللي هنحل بيها دلوقتي. حلو، ولكن تعالى بقى نبدا نحل ونرسم الكاش فلو ونبدا نشتغل عليه. طب تعالى هنرسم لك الكاش فلو اللي موجود عندك. انت عاوز البي، حلو جدا، ومديك قيمه الاي موجوده عندك اللي هي ب 0.08، اللي هي 8%. جميل جدا. طيب ايه تاني؟ الجي بدات عندك من السنه الثانيه، انا متفق معاك ان احنا بنحل اول سيريس موجود عندك. حلو، فبدات عندك من السنه الثانيه. الجي عندك كانت الايه عندك هي هتكون عند السنه الثانيه وهتكون قيمتها ب 100، صح؟ مش انا قلت لك ان الايه بتكون موجوده عندك في بدايه الاسمتك جريدنت؟ طيب بدايه الاسمتك جريدنت عندك في المثال دوت عندك بدأ من السنه الثانيه، والايه ليها قيمه عندك اللي هي ال 100. خلاص، يبقى انت عندك ايه؟ ادي اول نقطه موجوده عندك. حلو جدا. جميل، يبقى انت بدات عند السنه الثانيه. طيب ادي تعالى نكمل، وادي عندك الاثنين اللي هنبدا من عندها، انا متفق معاك على كده. حلو، تعال. جميل، طيب ايه بقى الدايره اللي انا عملتها لك دي؟ هو انا مش متفق معاك ان المفروض او الطبيعي بالنسبه لك ان انت المفروض ان الجي عندك الاسمتيك جريدينت يبدا من عند السنه الاولانيه، صح؟ جميل، هو بدا عندك من السنه الايه؟ الثانيه. جميل، يعني هو المفروض دلوقتي مكانه اصلا يبدا من هنا، من الواحد، ده ليش من الاثنين. طب جميل قوي 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 قوي، ركز بقى معايا. يبقى انا بالنسبه لي هو بدا بعد او فيوتشر او مستقبل عن الطبيعي بتاعه. الطبيعي بتاعه ان هو يبدا عند السنه الاولانيه، صح ولا غلطان؟ متفق معاك على كده. بدا هو عند السنه الثانيه، مش السنه الثانيه دي مستقبل للسنه الاولانيه، فيوتشر للسنه الاولانيه. جميل، فيوتشر للنورمال عندي، النورمال عندي ان هو يبدا من عند السنه الاولانيه، هو بدا من السنه الثانيه، بدا مستقبلا او تالي للرقم اللي موجود عندي، فيوتشر للنورمال الطبيعي. حلو قوي، ما دام بدا فيوتشر للنورمال يبقى انت ساعتها مضطر ان انت تضغط في الفيوتشر عندك، نسبه الفيوتشر اللي موجوده. جميل، مش فاهمها قوي، هتبان واحنا بنحل. حلو، يعني لو السيرس الاولانيه دي هنشتغل عليها واحنا عايزين نجيب البي، فالبي عباره عن الاي 2 الاي عند السنه الثانيه في البي على الاي. حلو، ده العادي القانون اللي بنشتغل عليه، البي على اي دي هدخل التيبل اجيبها من التيبل اللي عندي. حلو، زائد جي في البي على جي، البي على جي دي هدخل التيبل اجيبها عندي. حلو قوي 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 قوي. جميل، طيب كل ده بقى، كل ده بدا فيوتشر بالنسبه لي لانه ما بداش عند السنه الاولانيه، ما بداش عند النورمال، فساعتها هضرب في الحاجه على الاف، حاجه على الاف. ايه بقى الحاجه دي؟ هي نفسها الحاجه اللي انت عاوزها. فانت لو عايز البي تضرب لي في البي على الاف اللي موجود عندك. طب ليه بضرب على الاف الموجوده؟ لان ده اصبح فيوتشر بالنسبه لي، فانا عايز ارجعه للنورمال والطبيعي بالنسبه لي، عايز ارجع للسنه الاولانيه، فبضرب في نسبة الفيوتشر اللي موجودة عشان ارجع لبدايتي تاني وارجع للطبيعي اللي موجود. حلو قوي، فبضرب في البي على الاف عند الصفر عند الاي والان. الان بقى هي ايه؟ هي الفرق ما بين النورمال، النورمال اللي عندك والفيوتشر اللي حصل عنده. يعني هو النورمال يبدا عند السنه الاولانيه، الفيوتشر او اللي حصل انه بدا عند السنه الثانيه، يبقى هو الفرق ما بينهم كام سنه حصل؟ على سنه واحده، يبقى البي على الاف في الصفر علامة 0.8 اللي هي الاي، وعند السنة الفرق اللي حصل عندهم. حلو قوي، طيب هنعمل ايه؟ نبدأ ندخل. يبقى انت عندك البي عبارة عن ال 100، حلو، في 3 علامة 3.12 اللي هو البي على الاي. طيب ده جبناه منين؟ من التيبل، زائد ال 100. ال 100 دي بقى ده اللي مقدار الانكريزنج جريدينت، الزيادة، ما هو كان 100 200 300 400 500، في قيمة البي على الجي، هندخل التيبل عند الصفر علامة 0.8 في العمود الرأسي للبي على الجي هتلاقيه، وتنزل عند السنة الرابعة تطلع القيمة ديت. حلو، في بي على اف عند صفر علامة 0.8 اللي هو الاي، والان عندك بواحد،
تضغط في الرقم دوت وتعوض يطلع معاك الناتج زي ما انت شايف كده. جميل جدا. طيب تعالى بقى نشتغل على السيريس رقم 2. في السيريس رقم 2 يبدأ يختلف الموضوع معانا شوية. جميل. ليه بقى يبدأ يختلف؟ انت كان عندك في السيريس رقم 2 اول حاجة كانت موجودة عندك، تعالى نرجع تاني بسرعة كده ونوريك السؤال، بدأ من عند 100 ل 200 300 400 500. السنة الأولانية بقى عندك ليها قيمة، وساعتها يكون الموضوع بالطريقة العادية خالص بالنسبة لك، اللي هي على عد ده اللي هي سي اس بي عبارة عن القوم بتاعك اللي هو ايه، واحد في بي على ايه زائد جي في البي على جي. حلو. عند الاي والان، الاي عندك صفر علامة صفر 8 والان عندك بخمس سنين. حلو. ونفس الحكاية عندك بالنسبة للجي والبي على جي، لان مقدار الزيادة او نقصان استمر لمدة 5 سنين. انا ما رسمتش الكاش فلو لان خلاص انت طبيعي ده الصورة العامة بالنسبة لك السهلة خالص، فانت في الصورة العامة مش محتاج ان انت ترسمه، وفر وقتك وحل على طول. حلو. الـ A1 هي الـ A الخاصة عند السنة الأولانية اللي هي 100، ومقدار الزيادة عندك اللي هو كام؟ الجي بيزيد كل فترة ب 100، يبقى الجي عندك بتساوي 100. طيب ده increasing gradient، يبقى أنت هتحط إشارة الموجب، ما حطيتش الإشارة السالب بالنسبة لك. حلو. يبقى أنت عندك الـ B بتساوي 100 وقيمة الـ B على إيه؟ الـ dynamic table زائد الـ 100 مقدار الزيادة بتاع الـ asymmetric gradient في قيمة الـ B على G بالنسبة لك، يطلع معاك إيه؟ الناتج. طيب تاخد تعالى ناخد السيريس رقم 3 وبسرعه كده نرجع نشوفها تاني مثل التيبل. التيبل اللي موجود عندك في السيريس رقم 3، فالسنه الاولانيه كانت 500، السنه الثانيه 400، بقى السنه الثالثه 300، بقى السنه الثانيه 200، بقى السنه الاخيره كام اللي هي السنه الخامسه 100. معنى كده انه بدا يقل. حلو. يبقى ده ديكريزنج. طب مقدار الديكريزنج او مقدار النقصان عندك بكام؟ ب 100. يبقى انت عندك الجي ب 100، وفي دماغي انا عرفت اني مش هحط الاشاره الموجب، انا هحط الاشاره السالب في القانون عندي. حلو. يبقى انت عندك الايه؟ عندك تعالى كده بقى نرجع كده، يبقى انت عندك في السيس رقم 3 اللي عباره عن الايه؟ عند بدايه الاسمتيك جريدينت اللي هي حصلت عند السنه الاولانيه في البي على ايه؟ عند الاي والان ناقص الجي ناقص الديكريزنج، والجي هو مقدار النقصان اللي بيحصل عندك، مقدار النقص في البي على جي عند الاي والان، والاي والان متشابهين، يبقى انت عندك ساعتها البي بتساوي 500 في 3 علامه 993 اللي هو ده جبناه من التيبل، ناقص ده ناقص عشان ديكريزنج جريدينت، وال100 هو مقدار النقص اللي موجود عندك في قيمه البي على جي واللي جبناها من التيبل الموجود، يبقى انت بتساوي عندك النتيجه او الرقم. وبكده تكون انتهت المحاضره الرابعه بتاعتنا ان شاء الله. لو في اي مشكله او اي حاجه بتواجهك اكتبها في التعليقات، وشكرا جزيلا على حسن الاستماع.